ولادي انا ما راح وينك الا قبل الانفجار ما في ربع ساعه. داخل العرض كنت هالكرسي العالم شقفت شقفت العالم ابدا. هلا في عالم والله امبارح كتشوا العالم مكتشيناه مثل الحطب. ما حدا ما يعرف ابنه ولا حدا ما يعرف هذا. رحنا عم عن يوسف قال بعثني انا على الحكومه لفوق. رحنا لفوق صاروا يسحبوا بجرارات من البراد. قلت لهم هذا ابني هذا في يوض الدنيا عمره ما في 20-25 سنه. وصلنا انا ابو حسين عمره 36 لا يزيد نكرم وبرامنا عرفته بس وعرفته محروق وراسه ووجهه وعيونه وايده هادي هيك عرفته من كف ايده. صبي ما في صبي بكل الدريف هون مثله. بدنا نعلم اولادنا بدنا نشوف حالنا باولادنا. بدنا حقنا، نحن بدنا حقنا من الدولة. يعني بيقولوا تعال العالم تاخذوا بنزين، شو تاخذوا بنزين؟ يعني عم يقول لنا تاخذوا قنابل مؤقتة. ما في أحداث بعكار اللي كان ضد الإرهاب أو أي حدث بيحصل أو ضد العدو الإسرائيلي إلا مع عكار سقط الوطن دم. وهلأ أين دفعنا دم؟ أخواتي اثنين وخي جريح مشان شو؟ مشان حرمان؟ مشان تنكت بنزين تاني يوم عسكرية اثنين بدي يروحوا لتاني يوم يروحوا لخدمتهم إجا الجيش صادر؟ اللي كانوا هونيك ميتوا. وخي محمد كان موجود بس ما شاف إلا النار قامت عليه هرب لحقته النار من إجري. أنا كنت واقف هونيك واقف هيك ما شفت إلا واحد إجي ركض قال لهم بعده وفقص عم فقص لديح. أنا برمت ضهري شارة الكنزة ضهري بضليت راكد وشلحتها ضهري. كتير مأساة وصعبة جدا والناس من جوعة من ألمة من فقدان البنزين دبت حولها لهونيك تاخد بنزين. حرام مأساة أهليون اللي عنده ولد مربيه دافع دم قلبه وهيك يسيبه. الانفجار فاجعة لعكار فاجعة يعني ما حدا كان متوقع هذا الأمر. معلش اليوم مين ابن تلال أو مين ابن دوسي او الكويشره او ابن الدبابي. انا عندي شاب قريبي بيعرف الاخ من الدبابي لحديث هلا ما نعرف وين هو. حديث هلا ناطرين الفحص الدي ان اي ليطلع معلش يعني وينه يا خي. جثه قولوا لنا هيدا جثه. دايب قولوا لنا دايب. مستشفى قولوا لنا مستشفى. راح على تركيا قولوا لنا راح على تركيا. من عارفين وين هو؟ النار والحريق ما انا موجوده الا بجهنم. البشر ما بتحترق الا بجهنم. فحمت الشباب يعني بزهرة شبابها فحمت كرمال لتر بنزين. ومين أكتريتهم؟ أولاد الدولة عسكري جيش من مواطنين عدنيين أكتريتهم من الجيش. كل يوم أسوأ من اللي قبله. كل شهر أسوأ من اللي قبله. العالم اختنقت الناس. شو بدي خبرك؟ حرقة كبيرة.